به خرج كلام على انه هم امكانيه بعد هزيمه الكلوب ضد مازن بيه 8 بلاش وبعد استقالة شهاب الليلي انه فما كلام على منتصر نجم يمشي للكلوب. والله احنا سمعنا من الاول عام حطينا سطرنا كل شيء مع سي منتصر ومال قري الدوت ومال قري برشا حاجات معناها انا نسيس باش قعدنا مع سي منتصر، بالعكس نحبوا معناها نزيدوا ندعموا الستاف نتاعنا ان شاء الله على قريب يوسف الزواوي اللي هو ان شاء الله باش يكون اوفيسيال ان شاء الله ان شاء الله معناها الجمعه الجايه حتراوا معناها رفض ما عطى كلمه من الاول العباد باش يمشي يريني لبرا كي احنا كلمناه قال انا ما نجمش نقول سي ابي ليه دونك قاعد نشوف مع العباد كيفاش باش يلديزيست ويرحم والديه معناها بالحق نشكر سي يوسف بالحق معناها لازم جمهور سي ابي يعرف اللي سي يوسف الزواوي راه يحب سي ابي برشا معناها ما عنديش علاش نغلطهم وراجل بيأتم معنى الكلمة خاطر أنا كنت مختلف مع سيوس قبل ما ندخل السي أبي وقت دخلت السي أبي أسرت ما نقول لك كان لقيته كان هو ما برشا عباد وقفت بارك الله فيه أما نجم نقول له كل جمعة جمعتين يكلمني وين فما حاجة يكلمني بها سي أبي كذا وصل معناها قلت لك فما مرة قالت حقه حتى فلوس نعاونكم معناها بارك الله فيه إنسان يحب الحق سي أبي وتوا كان باش يمشي يريني معناها في كيب ناسيونال في بلاد أخرى ما نحبش نسميها خاطر ما عنديش الحق وقاعد نشوف كيفاش باش يقعد قال لي أنا كي تستحقني سي أبي خاطر نحب نبنيه حاجه القدام انا كان رئيس ما نحبش سي ابي اليوم قلت لك مع اليوم اللي باش يجي مرحبا قاعدين نسطروا بقطربي في ديزوبجيكتيف يبدا يخدم الجمعه الجايه قلت لي هكا ان شاء الله اذا كان تفاهم باش يبدا يخدم ان شاء الله باش نشوفوا وين واقف الامور والله قلت لك عطاه كلمه هو الفريق قومي باش يرينيه وقاعد نشوف معاهم كيفاش الفاديزيستي ما جاوبتنيش منتصر باش يقعد يمشي باش يقعد روحه ما احنا ما كي ناخذ انترونور كسي ابي انا واحد من الناس ما نحيط انترونور يا انترونور يمشي واحد احنا حاطين عام باش يكمل معنا العام اذا كان معناها الاوبجيكتيف عندي الاوبجيكتيف الواضحين الكوب اللي حاطينه من الاول ما مشيناش فيه وما تنحاش معناها مش يتنح حكيت معاه بجيب يوسف الزواي مع جيل جنرال ولا بالطبيعه قعدنا حكينا الجمعه اللي فاتت حاطينا لي بوان سيوليزي في برشا حاجات وما مش متقلق جمله بالعكس الانترنور اللي عنده ثقه في روحه يقولوا الكره ما يتعداش برشا بيناتكم ولا شكون اللي قال لك انت قلت لا مانيش انا قلت كلام قاعد يقال فيها باجيت تاع سي ابي هذا باجيت سي ابي باش نقول لك معناها مش معناها باجيت سي ابي اللي يقولوا هما صحاح هما ديجا فما شكون معناها اسباب مشاكلنا من بعض الصفحات الماجوره اللي يحبوا يدخلوا البلبله كل جمعه معناها في سي ابي بالحكايه نتاع الجمهور بالحكايه نتاع شنو كل مره يحبوا يطلعوا حاجه باش يخلقوا مشكله باش يخلقوا بلبله مش من تو معناها من اربع خمسه ماتشات الاولانيين مع سي منتصر وما منتصر لوحيش ماشي دراوين او سي منتصر راجل يخدم على روحه وما عندنا حتى ادنى مشكل بيني وبين سي منتصر سي فري كو كرئيس نجم نختلف معك في حاجات واحد اما مشكله نقول احنا معناها ولا كره ما يتعداش با دي تو وخيان وصحاب وحتى لا عيط لي الرئيس انا عيط له كوتش منتصر ولا منتو عبد السلام ولا سلوم وخيان ومعنا حتى مش با دي تو واضح.